ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في يوم جديد ومع قناتكم قناة البيمي توين. واليوم الاحد 8/1/2023 ومع منصة اجو ترانسكريبت، منصة بتقوم بالتفريغ الصوتي ترانسكريبشن لاي فايل اي ملف، سواء اذا كان اوديو صوتي او اذا كان فيديو اللي هو فيديو. طبعا كل حاجة بتتقال سواء هنا أو هنا هتحولها إلى نص بيكون مكتوب. ما عندكش إمكانية دي، هديك منصة هتساعدك، ولكن أنت بس عليك تشيك على الأخطاء الإملائية فقط وليست النحوية الموجودة بالنص من خلال الأوفيس أو الأوفيس 365 المدفوع أو من خلال منصة جرامرلي. لازم تشيك على النص وتصلحه من الأخطاء الإملائية وليست القواعد النحوية. تعالوا نسجل دخول ساين أب ساين إن، وبعد ما عملت ساين إن تتجه لأسفل الموقع وتضغط على كلمة الورك اللي هي العمل عشان نقدم طلب للتوظيف. وبعد كده هبتدي يقول لك انا هديك 60 سنت في الدقيقة الواحدة، وبدايتك 150 دولار و1215 دولار توب مانثلي ايرننج، والسحب كل يوم جمعة على حساب البيبال المفعل او البايونير. تعال بعد كده نضغط على كلمة الابلاي ناو وعلشان ندخل الامتحان اللغة الانجليزية. بعد كده ابتدي يفتح لي صفحة فيها أسئلة ام سي كيو لازم تجاوبها بنسبة 100%. تعالوا نحل الأسئلة من خلال قواعد الاور جايد لاينز، وعندك فيديو في صندوق الوصف بيشرح لك جميع قواعد الجايد لاينز اللي انت محتاجها. طبعا بعد كده نحل الامتحان الام سي كيو ونشوف الأسئلة عاملة ازاي. أول سؤال الأولاني بيقول لك لونج سبيتش، طبعا المحادثة الطويلة أو الباراجراف الطويل should be separately into paragraph of، لازم إن أنا الباراجراف الطويل لازم إن أنا أفصله إلى عدة باراجرافات بتكون متوسطة. طبعا في حوالي 500 حرف أو 100 كلمة، تمام، بتكون معدودة، يعني بتكون حاجة بتكون بسيطة، ما بعملش باراجراف بيكون طويل جدا، فيا إما 100 كلمة يا إما 500 حرف. طب هنا في 100 كلمة ومن 3 ل 4 لاينز in the description tools، وبالتالي الإجابة هي السي. بعد كده السؤال الثاني، what is the correct way to mark full start in full verbatim؟ طبعا بالنسبه للفول ستارت، فطبعا انا ذاهب للنوم، لا 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 ده انا ذاهب الى اجيب طلب من المحل، فطبعا نهايه الجمله الاولى تمام بحط 2 ناقص، ده القاعده بتقول كده في الجايد لاينز، وعندك فيديو في صندوق الوصف بيشرح لك جميع قواعد الجايد لاينز. هيبقى الاجابه هنا اي ونت تو، حط الاثنين ناقص ويوجد بينها وبين الجمله الاولى اي مسافات ومش شرطها ناقص. وبعد كده اي ونت تو، انا ذاهب الى، لا 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 اي سليبت، انا نمت ويل جيده بشكل كويس لاست نايت، الليله الماضيه. السؤال التالي بيقول لك اي هاف نوت اند نوت، اي هاف 1 دولار اند 10 باوند سترين، 10 جنيه استرليني اللي هي البيتش باوند اللي بنسميها، او ممكن نكتبها بانها قلنا الارقام من 1 ل 9، ممكن تكتب كده 1 2 تي دبليو او 3 تي اتش ار اي اي وهكذا، ومن اول ال 10 الى ما لا نهايه تكتب ارقام بس، فهي 10 بيتش باوند اللي هو الجنيه الاسترليني، فالاجابه هي السي او الدي. بعد كده كاستمر ديكيتد انستراكشن اون هاو تو ترانسكرايب اوديو، دو يو هاف تو ترانسكرايب ذا سكشن وورد فور وورد، فطبعا الاجابه هي الايه اللي هي انستراكشن فور سبوكن دايركشن نو باراجراف والقمه والبيرود. طبعا الباراجراف جديد او القمه او فتره زمنيه شود اونلي بي فولو، لازم انت تتابع انس اكونت سبيسفايد اذروايز، الا لو العميل له متطلبات بتكون ثانيه. بعد كده هي از ماي براذر، مفيش فيها ادنى مشكله، في الاجابه يا سي. في السؤال السادس بيقول لك اف ذير از ا كومنت نيكست ذا اوديو، لو انت جالك تاسك وهتلاقي فيه كومنت كده جنب الاوديو بيقول لك ايه فاي سيرينج، بيقول لك بليز يوز ذا امتي تايم او بين ان تايم، وات يو هاف تو دو، هتعمل ايه؟ فطبعا الاجابه هي البي اللي هي بوتينج ذا كويكت فورم اوف تايم ستامبنج اسينشالي از ا بارت اوف سنتنس كفر جوب، بليز داونلود ا فايل اند فولو ذا تايم اون ذا سكرين ان اوردر تو كويكتلي بوت ذا بين ان تايم ستامب، وبالتالي الاجابه هي البي. بعد كده وات از ذا كوركت فورمات اوف تايمز لينك، بالنسبه للينكات الكتب هي جدا، ما ينفعش اكتب الدوت ده، هي اكتبها دي او تي اللي هي دوت، لا غلط، فتكتب بهذا الشكل هو www.facebook.com/group/go-to-go-transcript. بعد كده السؤال التام بيقول لك هاو داز تايم ستامبنج اف 2 مينيت لوك، فطبعا افتح السبيكر واوطي النوت وافتح اقواس زمنيه بهذا الشكل، والاقواس بتكون بولد والكتابه بتكون بولد بهذا الشكل، وده الشكل الوحيد السليم هنا، هي الاجابه هي السي. بعد كده السؤال التاسع بيقول لك وات از كونسيدريشن اس فيلر وورد ان فول اوف تايم، هيبقى اللي هي اليو ام والكايند اوف، ولو جينا هنا للقاعده الخاصه بالفيلر وورد تمام نشيك عليها كده هنلاقي ان الفيلر وورد في الفول اوف تايم يا جماعه القاعده هي اللي هي اليو ام واليو اتش والكايند اوف والسورت اوف والاي مين وي نو، وبالتالي احنا خدنا الاي والبي. بعد كده السؤال العاشر بيقول لك وات ار ذا بيزك رول اوف وركر شود فولو وايل ترانسكرايبنج ذا اوديو، طبعا ذا بيجينج اوف ايفري ثينج شود بي كابيتالستيك، اي بدايه اي جمله لازم تكون كابيتال، وين كوتيشن ذا فيرست وورد اوف ا كومبليت سنتنس شود بي كابيتالست،
ما في دبل كوتيشن. اول جمله لازم تكون كابيتال، بعد كده ست سي كمان بتكون صح، اللي هي يو شود نيفر يوز اكسكليميشن مارك. تمام، هو تالي ده الاجابات. وبالتالي السؤال الاولاني الاجابه هي السي، السؤال الثاني الاجابه هي الايه، السؤال الثالث الاجابه هي السي والدي، السؤال الرابع الاجابه هي الايه، السؤال الخامس الاجابه هي السي، السؤال السادس الاجابه هي البي، السؤال السابع الاجابه هي البي، السؤال الثامن الاجابه هي السي، السؤال التاسع الاجابه هي الاي والبي، السؤال العاشر الاجابه هي الاي والبي والسي. بالضغط على كونفيرم عشان يبتدي يحولنا للامتحان الثاني وهو امتحان الصوتي. هديك اوديو كده بسيط وانت هتكتب كل حاجه بتتقال في الاوديو هنا في المستطيل ده، وفي النهايه بتروح على كلمه سند ات فور ريفيو. لو ما عندكش امكانيه في اللغه الانجليزيه تعالوا اساعدك، منصه هساعدك في التفريغ الصوتي لهذا الملف. اول حاجه هنعمل سيف الاوديو از، ونبتدي احفظ هذا الملف على الديسكتوب بتاعي، ولكن هنسميه 111 وهنحفظه على الداونلود، مفيش ادنى مشكله، هنسميه 111 مفيش ادنى مشكله. طيب بعد كده نستخدم منصه وهي اسمها منصه سونيك، وهي منصه مدفوعه لكن بيديك نص ساعه مجانيه، هنستغل النص ساعه المجانيه دي وممكن نسجل باكثر من حساب ونستغل هذا التوقيت. هنسجل دخول الاول وساين اب الاول، بعد كده ساين ان، وبعد كده هنفعل حسابك، وبعد كده هندخل على هذه الشاشه وبتضغط على كلمه الابلود. هبتدي بعد كده يفتح لي صفحة جديدة، وصفحة جديدة صفحة جديدة هيبقى فيها سيلكت للفايل ده من خلال الكمبيوتر بتاعك اللي هو سيلكت فروم كمبيوتر. انا اضغط عليها وابتدي اعمل ابلود لهذا الفايل اللي انا حملته من شوية اللي انا سميته 111. تمام، بعد كده هو كده خلص تمام. والحاجة الخطوه الثانيه ستيب 2 بيقول لك ديتيلز، ايه هي ديتيلز؟ هو بيقول لك ايه هي اللغه المتحدث بيها طبعا في هذا الملف الصوتي، هي وات لانجويج واز سبوكن. خلي بالك المنصه دي تنفع للفيديوهات والملفات الصوتيه. هو كده خلص تحميل الملف 100%، وبعد كده هنلاحظ ان كلمه ترانسكرايب ان انجلش اصبحت بالشكل ده او باللون ده اللي هو البلو، فاضغط عليها. تمام، هبتدي بعد كده يقوم بعمليه ترانسكريبشن لهذا الفايل، دقيقه او دقيقتين وهينهي عمله وهيديك النص بيكون جاهز، والنص هيكون موجود في صندوق الوصف. ولكن تعالوا فاصل بسيط ونعود اليكم لحين سماع المحادثه كامله، تابعونا. اهلا وسهلا بكم من جديد، وكده خلص الملف اهو. اضغط على اسم الملف بهذا الشكل بمنتهى البساطه، يبتدي يفتح لك نافذه، ونافذه فيها احصائيه لمستوى الملف، هل في ضوضاء هل في ضغيط او كده. يعني ما شاء الله 99.9%، يعني النص ما شاء الله حاجه تانية خالص. انت هتشيك على كلمه واحده بس اللي هو شاكك فيها، هتشيك عليها بالاوفيس، وفي اربع كلمات يعني ايه نص نص كده، يعني الموضوع كله بنتكلم في خمس كلمات، ولكن ده اعلى نسبه حتى الان. طبعا بعد نسمع النص كده ونشوف الليلة فيها ايه. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. I don't know about you, but so far this new year of 2023 has not been the greatest for me financially speaking. I know that about 9 out of 10 of you are going to not pass this test, but the 1 out of 10 of you that does is going to find out pretty quickly that even though transcription is fun sometimes, and even though over time you can really, you know, make a decent amount of money, you're not going to get rich from it. That's the hard truth, unfortunately. If you're honest and you're not cheating and you're not scamming, then unfortunately the way life works is that the honest people tend to make less money than the dishonest people, and you only have to look as far as our government for that. But there are compensations. Transcription, I think, is really interesting because you get to listen to the conversations of complete strangers. Sometimes people who are going through difficult divorces will drop off a whole bunch of transcripts requests, audio requests that they want transcribed of their significant others in some really compromising conversations, or just yelling at their kids or whatever. So that's kind of interesting. It sure beats trying to listen to your neighbors having their fights on the other side of the fence. My neighbors have learned to close their windows when they do that. Anyway, you will make a fair amount of money, but anyone who tells you that you're going to make like $1,500 a week, they're just lying to you, or they're trying to get $1,500 a week from you. So be real suspicious of people that are trying to get you to become a transcriber and then turn over some of your hard-earned cash to them.
If you're really good, if you're paying attention to the instructions, like for example, that this transcript is supposed to be clean verbatim, not full verbatim, which means a lot of the filler words and stuff that I've been saying is going to have to be cleaned up or left out. If you're following the instructions in the guidelines, the Go Transcript guidelines, which are available to you if you're on the website, you should do okay. One of the reasons, the big reasons that a lot of people get rejected though is because they give in to the temptation to look online and see if somebody else has already transcribed this test somewhere, and then they just copy it and paste it in. Sometimes they don't copy and paste it in. They maybe print it out and then they just type it based on what they got off the screen. That's kind of the old school way typing, right? I don't know if you remember the old Royals and Underwoods that we used to use, and the IBM Selectric. Boy, I sure miss those days. Anyway, please try not to cheat any more than you have to, and good luck to you. I do hope you pass, because we need good transcribers. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. طبعا this audio is used for transcriber test at Go Transcript من شركتي في الأول وفي النهاية. نص طويل ده هيتقسم إلى مجموعة من الباراجرافات. الأخطاء أنا شايف إن هي أقل ما يمكن، يعني أو مفيش أخطاء كتير، يعني أقل ما يمكن الأخطاء من متابعتنا إلى النص، وبالتالي معدل القبول في هذا الامتحان هيكون عالي جدا. ولكن انت هتشيك بمجهودك انت بقى بالاوفيس كده بسيط اللي عندك في البيت، هتشيك لو في خطأ بس في كلمة عدله، خطأ في قواعد نحوية لا ما تعدلوش، وتيجي هنا تمام وتكتب كل حاجة بتتقال، وبعد كده مش تنسى ان تضغط على كلمة send it for view، وقبل النهاية هسيب لك النص معدل بصيغة PDF وبصيغة اوفيس في صندوق الوصف. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.